لماذا كل هذا يا رب؟ لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل؟ ليه كل هذا التآمر يا رب؟ ليه كل هذا الرفض يا رب؟ كل هذه الآلام والمتاعب للرب ولمسيحه. طب يا رب وبعدين هتسيبهم كده؟ قال لك لا، الآخر إيه؟ على الآخر الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بيهم. اصبروا، الآخر على الآخر. يعني ربنا هياخد حقه؟ أيوه هياخد حقه. هياخد حق القديسيه؟ أيوه. ده مرة قال في سفر الرؤيا: ها أنا أجعل الذين يضطهدونكم يأتون ويسجدون تحت أرجلكم سريعا. بتصور كده في يوم الدينونة دقلديانوس يسجد لمريجرجس، ما هو مريجرجس استشهد في عهد دقلديانوس، يأتون ويسجدون تحت أرجلكم سريعا. الساكن في السماوات يضحك بهم، حتى نفوس الذين قتلوا في رؤيا ستة كانوا بيصرخوا ربنا يقول له: حتى متى يا رب لا تأتي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فقيل لهم أن يستريحوا قليلا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم الذين يقتلوا مثلهم. يعني يا رب تنتقم؟ أيوة طبعا طبعا. الساكن في السماوات إيه؟ يضحك بهم. إريانوس، إريانوس اللي بهدل إسنة وقتل منها آلاف، أنا بنسى الأرقام، من ضمنهم القديس الأنبا أمونيوس. إريانوس صار شهيدا للمسيح. يبقى الساكن في السماوات إيه؟ يضحك بهم. إريانوس يصير شهيد وعلى اسم المسيح. قابلت مرة أب صديق يعني في دير من الأديورك، كان في دير الأنبا برسوم زمان يعني. بقول له: يا ابونا إيه الأخبار؟ ربنا أداك نسل ولا؟ قال لي: آه أداني نسل. قلت له: إيه، ولد ولا بنت؟ قال لي: ولد. قلت له: سميته إيه؟ قال لي: إريانوس. قلت له: نعم. قال لي: إريانوس. استعجبت. قال لي: يا ابونا أنت استعجبت ليه؟ ما أنتش عارف تاريخ إريانوس، مش أم من المسيح وبقى شهيد؟ قلت له: صحيح، معك حق يعني. فالساكن في السماوات إيه؟ يضحك بهم. أباطرة أمنوا بالمسيح. مش قسطنطين كان إمبراطور روماني وكان وثني وأمن بالمسيح ولا لأ؟ أمن بالمسيح مش كده؟ وسودوسيوس برضو. أولاد ملوك أمنوا بالمسيح، مين؟ ماكسيموس ودوماديوس، برافو، أمنوا بالمسيح. معلم أولاد ملوك أمن بالمسيح، أرسانيوس. وهكذا يا أحبائي، الساكن في السماوات يضحك بهم والرب يستهزئ بهم. أباطرة أصيبوا بالعمى والجنون، مين؟ نيرون طبعا، ممكن في حد كمان كان في بالي، ماكسيميانوس ودقلديانوس. الساكن في السماوات إيه؟ يضحك بهم. أنا بتكلم عن تاريخ مش بتكلم عن سياسة، صح ولا لأ؟ يا رب الساكن في السماوات يضحك بهم. وبعدين يقول لنا كده معلمنا بولس ان ربنا ده عجيب، اختار الله الجهلاء ليغزي بهم الحكماء، واختار الضعفاء العالم ليغزي بهم الاقوياء، اختار الله ادنياء العالم والمصدرة وغير الموجود ليبطل الموجود. الساكن في السماوات يضحك بهم. اضطهدوا المسيح، لفقوا له التهم، صلبوه، مات على الصليب وفرحوا خلاص، شمتوا اليهود، بعد ثلاثة ايام قام من الموت. ايه رايكم؟ مش ينطبق عليه الايه دي؟ الساكن في السماوات يضحك بهم والرب ايه؟ يستهزئ بهم. حقا ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها.